حياكم الله مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج السجاد الأحمر من على السجاد الأحمر الخاص بمهرجان كان السينمائي. حلقتنا هذه مختلفة ومتميزة يا راكان، الكثير من الفعاليات واللقاءات والتغطيات اللي راح تشوفونها معنا. مساء الخير أجواء، ومساء الخير لكل مشاهدي الثقافية وتحديداً برنامج السجاد الأحمر من هنا من السجاد الحمراء الخاصة بمهرجان كان السينمائي. خلال الأيام الماضية تواجدنا في مدينة كان، غطينا العديد من الفعاليات وأجرينا عدد كبير من اللقاءات، كلها راح تشوفونها بحلقة اليوم، وهذه أبرز فقراتنا. مهرجان كان السينمائي يختم دورته 77 بتألق. وكيف كانت ردة الفعل على فيلم نورة في يومه التاريخي؟ دموع انزلت حقيقة من الفرح. هي هذه اللحظة اللي كلنا جايين عشانها. أنا مبسوطة وفخورة. الكل قاعد يتأثر بالفيلم. وفيلم العلا احتفى بفيلم نورة على طريقة خاصة. جدا فخورين وجدا سعيدين. هذا شيء مذهل، مبسوط، في فخر، شعور مختلف، مسؤولية كبيرة. هذا حصاد التعب اللي تعبناه الحمد لله. نشاط مميز ومختلف لهيئة الأفلام على هامش المهرجان. هيئة الأفلام تفهم عناصر القطاع بأكمله، هو نتيجة عمل جاد من كل القطاعات. وفعاليات مميزة للجناح السعودي في كان. من أكثر الأجنحة زيارة، هذا دليل على أن هنالك شيء يحدث في المملكة العربية السعودية. وجديد ميلا الزهراني حصرياً على السجاد الأحمر. وربي تذبحني هيو. قاعدين نسوي شيء إن شاء الله أنه يكون عند حسن الظن يا رب. والاحتفاء بالفائزات ببرنامج العلا تبتكر. الأشياء كانت الحمد لله ميسرة بدعم من الفيلم العلا. أنا مرة شغفي الفانتسي ومرة حابة أكون سفيرة الفانتسي في السعودية. أنتم مجانين وأنا مجنون زيكم. Let's do it. ومبادرة كنوز تواجدت أيضاً في المهرجان للاستفادة من خبراتهم في إنتاج أعمال سعودية لرواية قصص بطريقة مختلفة وجميلة إن شاء الله. ومؤسسة البحر الأحمر السينمائي داعم أساسي للأنفار غالا بنسخة 30. This is something that's important to us even at Red Sea supporting this initiative. It's like a big, a beautiful moment. نتمنى لهم المزيد من النجاح ومشرفينا. ومبادرة المرأة في السينما كرمت نجمات عربيات وعالميات. أول ما أسمع من السينما على طول بيجيني طاقة غريبة. كحدث الريد سي عاملاه ده بالنسبة لي مهمة قوي. I did my movie for all the women. Bringing us together to spread more awareness. الحمد لله لأنه عندنا كل الأشياء اللي نحتاجها عشان نوصل. وأبرز لحظات النجوم في كان حديث الناس. ولقاء حصري مع نجوم فيلم فيريوسا. It's filled so many aspirations. It's an absolute pleasure from beginning to end. بعد 11 يوم من الفعاليات والندوات والمسابقات وأكيد الريد كاربت، أسد المهرجان كان السينمائي الدولي الستار عن النسخة 77 بعد ما وزع الجوائز وكرم صناع السينما من مختلف دول العالم. واستمتع الجمهور أيضاً بحفل الختام واللي كان موجود فيه كثير من نجوم العالم واللحظات المؤثرة. والحدث الأبرز كان في الحفل هو تسليم الجوائز اللي تفاعل معه الكثيرين. ف
فبهذه الفرحة الكبيرة تلقى صناع وأبطال فيلم أنورا خبر فوزهم بجائزة البالم دور، أكبر جائزة يمنحها المهرجان السينمائي. وهذه الفرحة عبر عنها مخرج ومؤلف العمل شون بيكر خلال المؤتمر الصحفي اللي عقد بعد توزيع الجوائز. ووزع أيضا المهرجان الجوائز الأخرى على الفئات الثانية اللي تنافست في المسابقة الرسمية للدورة 77 من المهرجان، لكن الجائزة الأكبر للسينما السعودية كانت لفيلم نورا اللي حقق إنجاز تاريخي من خلال حصول الفيلم على تنويه خاص من لجنة التحكيم في مسابقة نظرة ما، المسابقة اللي شارك فيها مع عدد من الأفلام العالمية. هذه المشاركة اللي تعتبر أول مشاركة سعودية في مهرجان كان السينمائي، وعرض الفيلم في يوم 23 مايو، وأكيد الأمر اللافت كان نفاد التذاكر من لحظة نزولها. وطبعاً للاحتفاء بهذه المشاركة لأول فيلم سعودي في مهرجان كان، رافق السجاد الأحمر صناع ونجوم العمل في هذا اليوم التاريخي. صحيح أن الكل كان فرحان بهذا الإنجاز، ولكن كان في مشاعر متناقضة بين الخوف والارتياح. فهذا اليوم نقدر نقول أنه كان مثل العرس السعودي في مدينة كان، والكل كان يتجهز له من الصباح إلى قبل لحظات من خروج أبطال العمل من الفندق، وطبعاً حنا كنا معهم لحظة بلحظة. مبسوط طبعاً، يعني هي هذه اللحظة الحاسة، خلاص هذه اللحظة اللي الجمهور راح يشوف فيها الفيلم، يعني هي هذه اللحظة اللي كلنا جايين عشانها. بتشوق أكثر من أنه، بالعكس كثير مرتاح، يمكن أكثر أنا بس بتشوق، يعني متطلع حتى أشوف ردة فعل الجمهور على الفيلم. وحماس يعقوب ونجوم العمل لمعرفة ردة فعل الجمهور ما طول، وجاء الوقت عشان يتوجهون ويشوفون بأنفسهم هذا الشيء. فطلعوا من الفندق وتوجهوا للفرنش ريفيرا وتمشوا وتصوروا قبل وصولهم للسجاد الأحمر الخاص بعرض الفيلم. سينورا! وبعد التقاط الصورة الرسمية لهم، دخل نجوم العمل مع المخرج توفيق الزايدي إلى القاعة المليانة بالجمهور اللي ما وقفوا تصفيق وترحيب بهم. وبعد كلمة المخرج توفيق الزايدي عن مشاركة فيلم نورا في مهرجان كان، تم الإعلان عن بدء عرض الفيلم. أشكر مهرجان كان السينمائي لأنه أعطانا الفرصة أن نحكي قصصنا المحلية إلى العالم. وقبل انتهاء عرض الفيلم، رجعت أصوات التصفيق علت بأرجاء القاعة لأكثر من 5 دقائق، وعبروا الحاضرين فيها عن إعجابهم بهذا العمل السعودي اللي اكتملت فيه كل عناصر النجاح ووصلته لمهرجان كان. التأثر كان واضح على الجميع، وطبعاً نجوم العمل، وهذا اللي قالوا لي عنه في مقابلاتي معهم. كيف كان مشاعركم وقتها؟ هذه أبكتني حقيقةً، أبكتنا وأبكت الجميع أتوقع، لأنه كان بيننا حديث خاص أنا والمجموعة. أنا دموعي انزلت حقيقةً من الفرح، من محبة هالجمهور اللي صفق بمختلف فئاتهم وجنسياتهم. أنا لين الحين تحت تأثير هذه المشاعر، يعني أنا مبسوطة وفخورة، ويعني لحظة عظيمة، يعني مشاعر كثيرة وكبيرة وما تخصني لوحدي، أحس أنها كذا تخص ناس كثير. وأولهم المخرج توفيق الزايدي اللي كان للدور الأبرز في ترجمة مشاعر كثيرة في هذا الفيلم. هذا التصفيق لكل من عمل معي، تصفيق لكل الكرو اللي معي، الكاست، الفريق الفني، لأنهم هم من يستحقون. كان هدفنا واضح منذ البداية أن نصنع قصة محلية ولكن تروى للعالم، والحمد لله أن اليوم وجدنا وحققنا هذا الهدف، أنه جمهور في مقاعد أكثر من 1000 مقعد، فول هاوس، والكل قاعد يشاهد، الكل قاعد يتأثر بالفيلم. فنقدر نقول أن اللي حصل في هذا اليوم كان حلم لكل سعودي وتحقق، خاصة أن التطور اللي قاعد تشهد السينما في السعودية كبير بجهود المهتمين بهذا القطاع. أستاذ عبد الله، يعني أنت نجم ذو قامة وخبرة طويلة في المجال، وش يعني لك نجاح مثل هذا؟ هذا كان جزءا من أحلامي، وكان عندي ثقة كاملة أنه بيوم من الأيام سوف يتحقق، ولله الحمد بجهود متضافرة بدعم من عدة جهات، مثابرة مخرجنا توفيق، جهد الفريق كاملا. وأنتم أيضا يعني لقيتوا احتفاء كثير بكم، سواء من هيئة الأفلام، من البحر الأحمر، مشيتوا على السجاد الأحمر. وصف لي هذه المشاعر كلها بالتجربة كاملة.
ممتن أنا كثير لكل الجهود اللي صراحة تجمعت وكانت موجودة معنا. يعني ما أحب أستخدم بكلمة محظوظ مثلا، ما بقول أحس أني محظوظ، أحس أنه أكثر بلست، يعني أحس أنه مبروكين أكثر، يعني أكثر من أنه نحن محظوظين. فالنجاح اللي حققه فيلم نورة من بداية عرضه يؤكد على هذا الموضوع. ليش تعتقد نورة من بين الأفلام السعودية اللي صنعت هو اللي وصل اللي كانوا دخل في المشاركة الرسمية؟ لأنه صنع من أجل السينما، وصنع للشاشة الكبيرة في كل العناصر الفنية، من التصوير، من البرودكشن ديزاين، من الملابس، من استخدمت فيه كل العناصر عشان أحكي الفيلم، عشان أحكي القصة فيه. والسينما هي يعني هي تتميز بالتفاصيل، وهي أصلا هي تفاصيل، فكل ما كنت أعمق بالتفاصيل كل ما حكيت القصة أكثر. والتفاصيل اللي صارت في هذا اليوم من مهرجان كان خلت ماريا تعيش قصة ما راح تنساها بحياتها، خاصة وأن فيلم نورة أول تجربة تمثيلية لها. ماريا، أنت عشتي تجربة A Big Hollywood Star في هذه الرحلة، صح ولا لا؟ يعني كاميرات في كل مكان، تصوير، الأوتفتس حقتك كانت تجنن. قولينا عن تجربتك هذه، وهل توقعتي من بداية تمثلين أنك بتعيشين هذه الأجواء كلها مع بعض؟ لا، كنت أتمنى، بس ما توقعت أنه من البداية، من أول مرة كنت أتمنى يعني، بس كنت يعني أقول أنه لا، أنا حتعب وحسوي عشان أقدر أوصل وأقدر أروح هذا المكان اللي أنا أتمناه. بس الحمد لله ربي أعطاني إياه وخلاني أعيش التجربة. فعلا ماريا تستاهل كل هالنجاح، فهي قدرت أنها تلفت الأنظار مو بس بتمثيلها، لكن أيضا بشخصيتها وحضورها في المناسبات اللي شاركت فيها خلال مهرجان كان، وطبعا الأوتفتس اللي طلت فيهم. طبعا أكيد في وايد شخصيات من الخليج حضرت أو مشت على السجادة الحمراء، لكن ماريا حالتها خاصة، هي أول ممثلة لها فيلم فعلي مشارك ومرشح للجوائز، فهذا حدث بالنسبة لي مفروض أنه يسجل في التاريخ. فمساعد مو بس اهتم بطلالة ماريا، ولكن أيضا اختار الأزياء اللي طلعوا فيها نجوم فيلم نورة والمخرج توفيق الزايدي في مهرجان كان. هل يعني كان اختيارك للأزياء تتناسب مع شخصياتهم؟ الصراحة ماريا هي صغيرة في العمر، عمرها 17 سنة. كان عندي تشالنج ان انا اطلعها مريحه وما اكبرها بالعمر، بنفس الوقت اعطي رقي والفخامه اللي السعوديه تمثلها، وحدث مثل هذا يعتبر يعني راقي وفخم، ويعني لازم نحترمه، يعني لازم نعطي نوصله يعني بافضل حله. وهذا اللي شفناه في مشاركه نجوم العمل على السجاد الاحمر الخاص بفيلم مونتي كريستو قبل يوم من العرض الخاص لفيلم نورة، واللي تالقت فيه ماريا بفستان كحلي ونجوم العمل ببدلات تليق بالمناسبه. وايضا شفناهم بلوكات فريش وكاجوال بفقره التصوير الخاصه للفيلم، واللي اقيمت في ثاني يوم من العرض الخاص. هذا الفيلم الروائي الطويل هو أحد أفلام برنامج ضوء لدعم الأفلام اللي تقدمها هيئة الأفلام لدعم صناع الأفلام السعوديين. وهيئة الأفلام هذه السنة كان لها حضور مميز وفعال في مهرجان كان، خصصت للاحتفال بصناع ونجوم هذا الفيلم جلسة حوارية بعنوان صورة في المملكة العربية السعودية يوم 16 مايو، وكان للحظ أن يدير هذه الجلسة. خلونا نشوف لقطات منها. وحضر هذه الجلسة نجوم العمل يعقوب الفرحان، عبد الله السدحان، والوجه الجديد ماريا البحراوي، وطبعا مخرج العمل توفيق الزايدي، واللي جاوب على سؤالي حول سبب تسمية الفيلم باسم نورة. هذا اسم أمي، يعني أنا اخترت الفيلم لاسم أمي، يعني بعيدا عن كل شيء، هو اسم يعني مشهور في الجزيرة العربية، يعني ومعروف عنه، يعني كثير بيتكلموا عن المرأة القوية يعني في هذا الشيء. هذا بالنسبة للأسف. فهذا التركيز على المرأة القوية كان العنوان العريض لهذا العمل. خلني أتأكد إن كل الصفحات موجودة. بالنسبة للقصة نقدر نحكيها بشكل مختصر جدا، يعني نقول امرأة تبحث عن صوتها، وممكن حنا نقول عنها إنه علاقة، أو بشكل أعمق يعني بنقول علاقة أنه الفن هو وسيلة تواصل بين الأشخاص. وحبيت اختار هذا الزمن بالذات، زمن التسعينات، أنه زمن مراهقتي، وكان هو الزمن اللي الفن كان موجود في داخل كل سعودي، لكن
يعني ما كان بالببليك بشكل عام زي ما هو حاليا. Can you walk us through the casting phase? How did you manage to bring all these talents from different experiences؟ يعني عندك عبد الله السدحان بخبرة طويلة، يعقوب الفرحان أيضا عمل أفلام سينمائية سابقة، لكن ماريا أول عمل لها، ف كيف قدرت تجمعهم كلهم مع بعض؟ الفيلم يحكي عن سعودية كأجيال، وأنا حبيت إني أركز في أول شيء إن الكاستنج هو أجيال، يعني عبد الله السدحان يعني التاريخ، يعقوب الفرحان يعني هو شخص مثلاً في جيلي، وماريا بحراوي هي المستقبل لهذا الجيل. فأنا حبيت إني بشكل عام، أنا مؤمن كثير إنه الكاستنج هو عملية مهمة من شغل المخرج. وش التمثيل الكاستنج، كيف انت تجيب ممثلين مع بعض؟ وطبعا كان لازم اعرف اكثر عن تجربه ابطال العمل وادوار كل واحد منهم. My role is Nadir. He's an artist and a teacher at the same time. Nadir, who's someone with a mysterious past. When you see him on the film, you don't understand who is this guy, what he's doing here at the beginning. You can see that also the things about his mysterious past. You can see it like it reveals itself through the story. In one point, you can understand something about his past. ولكن كل شيء بيتغير يوم يقابل نادر نورة. كيف راح أشوف وجهه؟ When he meets Noura in the village, it sparks something. We can see that through the film. They communicate in a very interesting way. وللأسف يبدو أنه بطريقة ما يقدر سالم اللي مثل دور عبد الله السدحان يأثر على هذه العلاقة، واللي قال لنا عنها بطريقة الكوميدية اللي تعودنا عليها. أنا أرى شخصية سالم هي كما هو موجود الآن، اللي فصل ما بين نورة وما بين الأستاذ نادر. حقيقة يعني علما أني أنا ما كنت أحب كشخصية سالم أنه يفصل ما بينهم، لكن كان يصالح لهذه القرية لأنهم غير قابلين الحداثة، غير قابلين أي شيء، فلابد أن أتصرف. لكن أنا حسيت وأنا جالس نفس الحدث بس بشكل مصغر. أنا مدرس جديد. ما أظنك مدرس. أوراقي معي في السيارة أجيبها لك. في هذا العمل عبد الله بيخوض أول تجربة سينمائية له، وفي نفس الوقت ماريا هذه أول تجربة تمثيلية لها. أول تجربة سينمائية لك، إيه نصفق لها بليز. ألف مبروك. الكاركتر في حقبة التسعينات، كيف قدرتي تحاكين هذه الشخصية؟ Not even living in the 90s. صح كلامك، أنا يعني ما كنت أعرف أي شيء عن فترة التسعينات. الكثير ساعدوني، أستاذ عبد الله، أستاذ يعقوب، أستاذنا المخرج توفيق الزايدي، كانوا يعلموني بأبسط التفاصيل. يعني أنا متخيلة حتى الكبريت ما كنت أعرفه ولا، فكانوا بيعلموني كل شيء، والحمد لله يعني قدرت وعرفت شخصية نورة وروح نورة وكيف حياة نورة، الحمد لله. Now we see your posters with your face all over the city. فكيف شعورك بهذا الإنجاز؟ أنا جدا فخورة وسعيدة إنه أول فيلم سعودي روائي طويل يشارك في مهرجان كان. هذا حلم وتحقق، نقدر نقول الحمد لله. وفيلم نورة المدعوم أيضاً من مؤسسة البحر الأحمر السينمائي الدولي فاز بجائزة العلا لأفضل فيلم سينمائي سعودي طويل، واللي تم تصويره بشكل كامل في العلا. عشان كذا احتفل فيلم العلا بالشراكة مع مؤسسة البحر الأحمر بإنجازاته وكرم نجوم وصناعه من خلال حفل خاص أقيم على هامش فعاليات كان. حضر العديد من الوجوه البارزة في السينما، وطبعاً حنا كنا موجودين هناك. كلنا مبسوطين لوصول فيلم نورة لهذا المكان. احنا نتكلم عن واحد من اهم ثلاث مهرجانات سينمائيه بالعالم، كيف شعورك؟ كل المشاعر كذا موجوده باشياء كثيره، مبسوط، في فخر، في شعور بالاستحقاق. قاعد احاول استمتع بوقتي واستمتع بان انا موجود ونحن موجودين في اللي بينعرض هنا في كان. كذلك عبد الله السدحان وماريا بحراوي يشاركون المشاعر نفسها، خاصه وانه رحله تحضير الفيلم اخذت وقت طويل وجهد كبير منهم وصولاً لهذه اللحظة. مبسوطة، سعيدة، فخورة أنه أول فيلم سعودي يدخل مهرجان كان فيلم نورة. تقدر تقول هذا حصاد التعب اللي تعبناه، الحمد لله. ما أعرف كيف أشرح لك كمية الفخر، وأنا أشوف البوستر، أشوف كل أحد يتكلم عن الفيلم. فخورين ومبسوطين، الحمد لله وصلنا. شعور جميل جداً، لأني أنا قبل سنة تقريبا كرمت في مهرجان ريد سي في البحر الأحمر، الآن أنا في كان، فهذا شيء مذهل لأنه مو لي أنا،
للجميع، لكل فنان سعودي ولكل فنان عربي يحاول أن يصل إلى هذه المكانة. وهذه المكانة يطمح الثلاثي أنه يحافظون عليها وقت نعرض الفيلم بصالات السينما السعودية في المرحلة المقبلة. الفيلم لاحقا راح ينزل بدور السينما، الجمهور راح يشاهد هذا الفيلم، مشاعرك، متحمس ما أنت متحمس، وش الرسالة اللي حاب أنه الجمهور يأخذه من هذا الفيلم؟ لا، أنا أتمنى المشاهدة فقط لا أكثر ولا أقل، والتقييم، التقييم وليس النقد، بالأصح الانتقاد. ما ظنك مدرس؟ أوراقي معي في السيارة أجيبها لك. أول شيء يهمني الجمهور يستمتع ويشوف الفيلم. أحيانا من نتفرج أفلام تحس حالا نحلق معها ويطير معها. أكيد يهمني مثلا يكون في هذا التأثير للفيلم يعني على الجمهور. طول الوقت قاعد أحاول كمان أكون عقلاني، كمان بعد الرحلة هذه كلها أنا عارف أن الجمهور متوقع شيء أو متوقع أو صار عنده فضول أنه هو يشوف هذا الفيلم مع كل الأصداء اللي كانت مرتبطة فيه والأخبار مرتبطة فيه. كيف راح أشوف وجهك؟ لازم تعرف أني محترمة. مرة متحمسة أنه ينزل لأنه متأكدة إن شاء الله 100% راح يحبونه، لأنه الفيلم يحكي قصة سعودية، قصصنا اللي زمان كانوا يعيشوها بالتسعينات، كيف الفن كان زمان وكيف صار الآن. وهذه القصة تولى كتابتها وإخراجها توفيق الزايدي اللي كان واضح عليه الحماس والسعادة بوصوله لمدينة كان الفرنسية. غردت بتويتر بونجو وبوستر الفيلم، مشاعر أكيد مشاعر فرح. والله أنا أحب نجوغ من زمان يعني حسيت أنه في علاقة يعني بيني وبين كان. أنا جيت كان 2009 وجيتها السنة الماضية، لكن وجودك في كان وفيلمك يعرض من ضمن المهرجان إحساس مختلف، شعور مختلف، مسؤولية كبيرة، ما تقدر ترتاح زي ما كنت تجي أول، ولكن يعني زي ما قلت لك أنا فخور جدا، وأنا أتمنى أن تكون هذه هي البداية. وهذا الهدف اللي يطمح له كل من فيلم العلا ومؤسسة البحر الأحمر السينمائي اللي شكلوا أيضا من بعد مسابقة ضوء فريق دعم أساسي لنورة والكثير من الأعمال السعودية. طبعا جدا فخورين وجدا سعيدين، هذا حلم لكل سينمائي مو بس بالسعودية، بالعالم، أن الفيلم يكون من القائمة الرسمية للمسابقة للبام دور في كان، وفيلم نورة بالمسابقة الرسمية، فإحنا جدا سعيدين أنه موجود، وهذا شيء واضح أن السينما السعودية قاعد تأدي كل الحواجز ورح توصل للعالمية بشكل أسرع مما توقعنا، وصلت العالمية بالأحرى. أكيد سعيدين بوجود فيلم نورة هذا السنة في مهرجان كان، وهو أول فيلم سعودي فعلا، احنا جزء من تجربة الفيلم، جزء من جولتهم، ولسه ان شاء الله القادم اجمل. سنة كبيرة زي كل سنة ان شاء الله للسعودية، وفخورين جدا. I think it's an incredible moment. You know, I am a guest in Saudi Arabia, but I already feel a little bit like it's home, and so I have a little bit of pride too. It is your home. Yeah, I have a little bit, and it's a special moment. People remember the first, and I'm sure there's going to be hundreds of movies from Saudi Arabia that come to Cannes. But to have Nora here this year is just a special moment. وهذه اللحظة المميزة شاركها العديد من السينمائيين والنجوم مع فريق عمل فيلم نورة، من بينهم جمان الراشد، سلمى أبو ضيف، وأسيل عمران اللي تواجدت لدعم زملائها. أسيل من الأسماء اللي بدأت بدراما من وقت مبكر، نتكلم عن 15 سنة تقريبا. كيف شايفة اليوم الدراما السعودية وكيف شايفة اليوم السينما السعودية؟ في تطور سريع جدا، يعني اللي احنا سوينا في هذه الفترة في دول تحتاج سنين طويلة عشان توصل له. ما ننكر أن لازم نتعلم، وخصوصا في هذا المجال كل يوم تتعلم، ومو غلط أن احنا نجرب ونغلط ونستفيد ونجرب التجربة اللي بعدها. أعتقد أن قدامنا مشوار طويل، بس على الأقل بدينا، على الأقل حطينا رجلنا على أول السلم، مو أول السلم، وصلنا 10 سلم الحين. فسعيدة جدا وفخورة بهذا المستوى اللي قاعدين احنا يعني نطمح له واللي وصلنا له إلى الآن. كان لافت هذا العام كما كل عام الحضور البارز للجناح السعودي رقم 141 في مهرجان كان السينمائي. فهذا الجناح في كل سنة يكبر يتطور مع تقدم الصناعة السينمائية في السعودية، ويحظى باهتمام كبير من قبل الزوار اللي ارتفع عددهم مع زيادة النشاطات اللي نظمتها هيئة الأفلام بهدف زيادة الوعي بقطاع السينما والأفلام السعودي وتعزيز الشراكات بينها وبين الجهات العالمية في القطاع. ومع زيارتنا للجناح لاحظنا أنه مزدحم بالكثير من صناع الأفلام والنجوم العرب والأجانب واللي التقوا عشان يتبادلون الخبرات والتجارب، فتحول الجناح السعودي إلى ملتقى لصناع الأفلام. وعن هذا الموضوع وغيره تحدثنا مع الرئيس التنفيذي لهيئة الأفلام المهندس عبدالله بن ناصر القحطاني.
وش الأثر اللي يتركه هذا الجناح كل مرة هنا في مهرجان كان، سواء على صناع السينما السعوديين أو حتى صناع السينما العرب؟ نحن هنا الآن في أهم مهرجان سينمائي حول العالم، فأن يكون للمملكة العربية السعودية لها جناح من أكثر الأجنحة زيارة في المهرجان منذ الدورة الأولى قبل سنوات، هذا دليل على أن هنالك شيء يحدث في المملكة العربية السعودية، وأمر آخر هنالك اهتمام من العالم يريد أن يعرف ما الذي يحدث. والتساؤلات حول السينما السعودية ازدادت، خاصة مع مشاركتها التاريخية الأولى في هذا المهرجان من خلال فيلم نورة اللي يشارك في فئة نظرة ما. الوصول إلى مهرجان مثل كان حلم لأي صانع أفلام، فأنا أعتقد أن الفرح ليس لتوفيق، الفرح لكل سعودي ولكل عربي. الأفلام العربية التي تدخل في مهرجان كان في مسابقات رسمية محدودة ونستطيع نحصرها على مدى العشرات السنوات الماضية، فوصول فيلم زي كذا هو حلم، لكن أيضا أنا أدرك بداخلي أمر، من أحس بلذة إنجاز ما يقوم به صناع الأفلام السعوديين يعرف أن هذه مجرد بداية. ترى أنا أحسدك، أنت تخبين مشاعرك وراء النقاب. وهذا الفيلم كان واحد من الأعمال اللي دعمتها هيئة الأفلام في بدايتها من خلال برنامج ضوء. برنامج ضوء هي مبادرة أنا أعتقد أنها فريدة من نوعها، دورتها الأولى كان 40 مليون ريال لدعم ناس بعضهم كان فيلمها الأول، دورة الثانية من ضوء أكبر وأجمل وستكون سنوية بإذن الله، موجهة لتقديم منح لأفلام يتم انتقاها بعناية، إنه مو معظم أفلام ضوء اللي طلعت شاركت مهرجان دولي وفازت بجوائز. منتدى الأفلام السعودي كيف كان أثره على الصناعة، صناعة السينما في السعودية؟ السوق يحتاج، وعندما أقول السوق لا أتكلم عن المملكة العربية السعودية، أقول الخليج وربما الشرق الأوسط، يحتاج إلى فعالية خاصة بالصناعة، an industry event. لذلك بعد ما يقارب سنة ونص من التخطيط قمنا بالتجربة الأولى، كنا نطمح لأن يأتينا 40,000 مهتم بالصناعة، وصلنا إلى أكثر من 60,000 السنة الأولى. هو منتدى يهدف إلى مناقشة تحديات صناعة الأفلام في المملكة وفي العالم كله، مناقشة ما الذي يمكن عمله لتطوير صناعة على مستوى عالمي ومستوى المملكة العربية السعودية. نهدف فيه أيضا إلى أن نقول لأنفسنا وللعالم أن المملكة العربية السعودية ليست لاعب على الهامش، وما نقدر نتجاهل أنه هيئة الأفلام من أهم عناصر النهضة السينمائية اللي قاعدة تصير، وهذا اللي تحاول دائما تحافظ عليه من خلال برامجها وآخرها سلسلة القرارات اللي اتخذتها. مؤخرا صدرت مجموعة من القرارات مثل نقل الاختصاص، تخفيض تذاكر السينما، حابين نبدأ بالكلام عن هذه القرارات. القرارات الأخيرة هي قرارات مهمة جدا، وتأتي يعني استمرارا لما بدأناه منذ انطلاق هيئة الأفلام، وهي العمل على خلق بيئة تسهل صناعة الأفلام في المملكة العربية السعودية. نشاط هيئة الأفلام ما كان اعتيادي هذه السنة، نظمت عدد كبير من الجلسات الحوارية ولقاءات التواصل، وكان أبرزها تجربة صناع الأفلام في الأسواق الناشئة يوم 16 مايو، الصحة النفسية والرفاهية في قطاع السينما، رعاية بيئة عمل صحية يوم 19 مايو، منتدى الأفلام السعودي أكبر منتدى في صناعة الأفلام يوم 20 مايو، وحدث آخر بعنوان التواصل السعودي اللي أقيم يوم 17 مايو في بلاج ديبان. ولأن المشهد السينمائي السعودي جاذب لصناع الأفلام العالميين، خصصت هيئة الأفلام جلسة حوارية عن الإطار القانوني في سوق الإنتاج السعودي بحضور سعادة الأستاذ عاصم التويجري وكيل وزارة الثقافة للشؤون القانونية والأنظمة والمنتج فيصل بالطيور، وأدرت الجلسة. خلونا نشوف بعض منها. كنت سعيدة جدا بإدارة جلسة النقاش عن الإطار القانوني في سوق الإنتاج السعودي مع الأستاذ عاصم التويجري والأستاذ فيصل بالطيور، وكان النقاش جدا شيق وتفاعلنا فيه مع الحضور، بالإضافة إلى المعلومات الهائلة عن الإطار القانوني للأفلام أو لقطاع الأفلام في السعودية. فمن خلال الجلسة جاوب المتحدثين على أسئلتي، واللي كان من بينها كيف يؤثر الإطار القانوني على الجانب الإبداعي، غير أسئلة الحضور وأيضاً أسئلة السجاد الأحمر. وأول سؤال كان عن الخطوة الأولى اللي لازم يبدأ منها الإطار القانوني للسينما السعودية. الفهم، الجواب الأول الفهم. اليوم عندنا هيئة الأفلام، هيئة الأفلام تأخذ وقتها اليوم في فهم القطاع، وهذا يعني
تفهم عناصر القطاع بأكمله وشو النقاط اللي أو الممكنات اللي يحتاجها القطاع، وهذا دور هيئة الأفلام أنها تتأكد أنها متوفرة بالشكل الجيد اللي يحقق التوازن في السوق. فبما أن عملية الإنتاج السينمائي عملية تجارية في أصلها بحسب قوله، فمن المهم أن تكون كافة الأدوات لصناع الأفلام متوفرة، سواء كانت تحويل الإجراءات التقليدية إلى إلكترونية أو حتى اختصارها، تلخيصها، وجود منصات موحدة، وضوح الجهات اللي ترجع لها أو يرجع لها المنتجين لو احتاج أي دعم بشكل أو آخر. فاليوم كل شيء صار متاح ومتوفر لصناع السينما في السعودية، واللي تشهد تطور كبير ومهم في هذا القطاع. اليوم نشوف منصات لاختيار أماكن التصوير متوفرة، فوق 40 موقع موجودة في موقع film.sa. نشوف أيضا بورتل، واجهة مستخدم واضحة وكاملة تخفي خلفها شركاء ضخمين جدا من الجهات الحكومية الأخرى اللي بيساعدون هيئة الأفلام في توصيل المستثمر بالقطاع بالطريقة السلسة والأسرع والأنفع للقطاع. فمع هذا التقدم الكبير اليوم صارت طموحات المنتج السعودي ما لها حدود، وسهل جدا الوصول لها. اللي وصلنا له اليوم في يعني عالم السينما أو في الإنتاج السينمائي هو نتيجة عمل جاد من كل القطاعات، من وزارة الثقافة بالتأكيد وهي الراعي الأساسي لقطاع الأفلام وتنظيم قطاع الأفلام والداعم. يعني اليوم حنا اليوم في فيلم تم اختياره في الأوفيشال سيليكشن في الأنسرت الريغارد في مهرجان كان السينمائي، وهو بدعم من وزارة الثقافة بالتحديد هيئة الأفلام، أحد مبادراتها اللي هي مسابقة الضوء. أخذت مجلات من البقالة توجه فيها. فالمشاركة التاريخية لفيلم نورا كأول فيلم سعودي يشارك في مهرجان كان السينمائي الدولي لهذا العام يعتبر نتيجة لكل هذه الجهود. الظهور اللي حصل هذا مجرد بروز للقصص العظيمة اللي موجودة، وهناك العديد من القصص التي لم تروى بعد. فأنا متأكد بمجرد توفر فرصة للقطاع الخاص أنه يحكي قصص أكثر راح يكون في ظهور أكبر، انعكاس جميل للثقافة السعودية أو حتى ثقافة الشباب السعودي اللي قادر يتكيف في مختلف البيئات، وهذا أتوقع مو كلامي، هذا يعكس السوق. فقطاع السينما السعودية اليوم وصل للعالمية، والشباب السعودي قدروا فعلا أنهم يتكيفون بشكل كبير مع كل هذا التقدم، والأمر اللي لفت أنظار أهم صناع السينما في العالم وحمسهم على التعاون مع المنتجين المحليين. طبعا السينما هي collaboration industry، هي مبنية على التعاون، التعاون في مرحلة الإنتاج أو التعاون بالأفكار وبالنواحي الإبداعية. هنا نقول إنه الموضوع بحر وكل ما في صح أو غلط، نخلي في النهاية القرار لصاحب الفكرة، القرار لمخرج الفكرة، لأنه لو أعطيناهم كل منتج ومخرج وكاتب عنده حرية في إنه يطلع يكتب أفضل نص بالفكرة اللي هو مؤمن فيها، راح نشوف هذا في الشاشة وراح نشوفها في النتائج النهائية. وهذه النتائج اللي تشوفونها على الشاشة هي نتيجة جهود كبيرة من فريق عمل كبير، قدر قطاع السينما أن يخلق لأفراده فرص عمل كثيرة. قطاع الأفلام يخلق عدد كبير من الوظائف، قطاع يعتمد على القطاع الخاص بالكامل، أثره ما يجي على المحتوى القصير فقط بل بالعكس حتى على المحتوى على المستوى الأبعد، وهذا يتطلب تركيز أكيد من هيئة الأفلام كمشرع لما تضع إطارها القانوني. ومع هذا المجهود اللي يبذله صناع السينما والجهات الحكومية والخاصة، كان لازم نعرف كيف يقدر الجمهور أنه يلمس الفرق بين قبل وبعد. خلينا نجاوب من ناحية واقعية، كم عملية إنتاج الفيلم صارت في خلينا نقول قبل 5 سنوات أو 4 سنوات، وكم عملية إنتاج فيلم السنة هذه؟ أتوقع هذا جواب مباشر بالنتائج وبالأرقام ولا يتقبل تكهنات. فهذا جواب مباشر لتوفر البيئة المناسبة، جواب مباشر لتوفر الأدوات، وجواب مباشر لنقطة أكبر، اقتناع القطاع الخاص بالفرصة واستيعاب الفرصة. وهيئة الأفلام بطبعها تقوم بدور كبير في هذا الموضوع. هيئة الأفلام اليوم عندها عمليتين، عندها عملية بناء القطاع بالكامل وفي نفس الوقت تفعيله، عمليتين تمشي في نفس الوقت تشكل تحدي عند أي قطاع سواء كان قطاع خاص أو عام، إنك تبني وفي نفس الوقت تفعل.
لكن الجهود صراحة والشباب المحيطين، الفرق صراحة جدا جبارين اللي شغالين على الأمر. القطاع الخاص تفاعله رائع جدا، وبالتأكيد خلال الفترة الجاية تفاعله راح يكون أكبر باللي يعكس الدعم اللي يصل للقطاع. والفترة الجاية راح نشهد الكثير من الأعمال المهمة، ومن بينها الأعمال اللي يشتغل عليها فيصل. Upcoming project صراحة الحمد لله يعني فيه إنتاج مشترك بيني وبين تونس، بيني وبين مصر، بيني وبين أيضا كثير من الإنتاجات في السعودية. فما بيحدد لك فيلم، بس الحمد لله عندنا عدة أفلام سعودية أو أفلام عربية تحت الإنتاج، وبعضها قربت أنها تنزل في السينما إن شاء الله. وواحدة من الفعاليات المهمة اللي أقيمت يوم 20 مايو في الجناح السعودي هذا العام هو غداء تواصل خاص في منتدى الأفلام السعودي، جمع عدد كبير من السينمائيين والنجوم. ومن أبرز الحاضرين ميلا الزهراني، واللي خصت أخبار حصرية للسجاد الأحمر. فرغم انشغالها بالكثير من الأفلام الجديدة، إلا أن ميلا حرصت أنها تتواجد في مهرجان كان في دورة الحالية لعدة أسباب. صراحة أنا يتلاقيني أصور، يتلاقيني أحضر قبل الناس، لأنه غالباً وقتي في التصوير دائماً تلاقيني أنا في الست. دائماً أحاول أني أنا أستغل الوقت لما أطلع كذا مهرجان أنه أقابل كل أحد، أتعرف على كل أحد، أحاول أنه أرجع ألتقي فيهم، لأنه صعب إذا بتقعدين تصورين طول الوقت وتقطعين الناس. يعني كيف بتكسبين معرفة زيادة؟ كيف تاخذين خبرة زيادة؟ وهذه الخبرة ميلا كمان تكتسبها من مراقبتها للتطور الكبير اللي بتشهد السينما السعودية بدعم مهم من هيئة الأفلام. سعيدة جدا بكل شيء قاعدة تقدمه هيئة الأفلام، قديش قاعدين يحاولون يسعون جاهدين إنهم يربطونا مع العالم، يوسعون مداركنا، يعلمونا، يعطونا الفرصة الزينة مرة اللي تخلينا إحنا نكون يعني عندنا مسؤولية أكبر. صح، بس إحنا أكيد إنه إحنا قد هذه المسؤولية. وأهمها مشاركة فيلم نور السعودي في المهرجان في مسابقة نظرة ما. من أكثر الأشياء اللي أنا سعيدة فيها جدا فيلم نورة إنه ترشح لكان، يعني هذا الشيء فخر وشيء مو طبيعي. يعني أمس على الريد كاربت كذا ودي أقول للناس ترى عندنا فيلم هنا باي ذا واي. يعني مرة كنت مبسوطة صراحة بهذا الموضوع، فجيت أبغى أبارك للكل. قابلت الأصدقاء، قابلت يعقوب الفرحان وباركت له، ولكن للأسف ميلا ما قدرت تحضر العرض الخاص لفيلم نورة بسبب انشغالها بتصوير عمل جديد مع المخرجة هيفاء المنصور. بعد أول تجربة لها معها كانت في فيلم المرشحة المثالية عام 2019. حالياً قاعدة أشتغل على فيلم المجهولة، وكلها مختلفة عن بعض. الفيلم المجهولة غموض وجريمة. هذا الشيء يعني أعطاني أنا تنوع، تعلمت أكثر. مبسوطة جدا صراحة، والحمد لله يعني الله لا يضيع لنا تعب، وقاعدين نسوي شيء إن شاء الله إنه يكون عند حسن الظن يا رب. ويوم حاولنا أننا ناخذ تفاصيل أكثر عن الشخصية اللي راح تمثلها في فيلم المجهولة، هذا كان ردها. وربي تذبحني هيو. لا، ما أحس إنه أنا أبغى أعطي هنت، بس إنه مختلف تماما. مختلف الأفلام، يعني هو غموض، فلو أعطيتك هنت حكش بالشخصية فلا خلينا عاقلين. بس ميلا قالت لنا عن تجربتها بفيلم هوبال اللي من المفترض يصدر قريبا. هوبال، يا الله قديش أحب هوبال. أنا مرة أحب هوبال صراحة، كنت مستمتعة جدا تصوير العمل هذا. الكاركتر كان جدا مختلف عني، وكان تحدي بالنسبة لي أنه أنا أسوي كاركتر مختلف تماما عني. إن شاء الله يا رب أني أنا كنت قده، بس قاعدة أسمع كلام يفرح قلبي مرة، ما تتصورين قديش. وحب التصوير، عالم الفيلم كان جدا مريح نفسيا وجدا رائع. كنت سعيدة جدا بهوبال وما زلت، وإن شاء الله يا رب يعني بتسمعون عنا قريب يا رب أخبار جدا كويسة يا رب. وأكيد أخبار كثيرة تحدثت عنها ميلا مع كل اللي قابلتهم في الغداء، ومنهم المنتج محمد حفظي اللي للأسف ما حالفنا الحظ إننا نقابله، لكن حنا كملنا جولتنا في الجناح وقابلنا مديرة السوق في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي زين زيدان، واللي قالت لنا عن تواجدها في مهرجان كان بدورة الحالية. وجودنا هنا في مهرجان كان السينمائي الدولي مهم، وجود البافيليون للمملكة العربية السعودية جدا مهم. الشركات كلها بتكون متواجدة، الدول كلها متواجدة هنا، ففرصة لينا إن إحنا نعرف بنفسنا، بمشاريعنا، بخططنا في المهرجان، وكذلك بالسوق نفسه إيش المشاريع اللي عندنا. في المشاريع اللي قاعدين يجهزون لها كثيرة. هذه السنة عندنا سوق المشاريع، تم افتتاح الـ call for projects للمشاريع من أفريقيا،
العالم العربي والسعودية، وهذه السنة كمان بنكون متواجدين، بنروح لدول آسيا مختلفة نعطيهم فكرة عن السوق والفرص للأفلام والمشاريع في دول مختلفة من آسيا يشاركوا معنا في السوق هذه السنة. وطبعا وجودهم في هذا المهرجان فرصة إنهم يقابلون مخرجين وكتاب جدد. بنقابل كثير من المخرجين الكتاب صناع السينما من كل أنحاء العالم، بنشجعهم بالتعاون معنا مع المخرجين والمنتجين في السعودية. كان عندنا أمس جلسات تواصل مع منتجين من العالم، أوروبا آسيا وأفريقيا، يتعرفوا مع المنتجين السعوديين هنا، فكانت جلسة تواصل جدا فعالة وكانت جدا مفيدة، بحيث أنه يعني نخليهم يتواصلوا مع بعض وينظروا إلى الفرص في يعني الطلوع بمشاريع جديدة. اليوم راح نسلط الضوء على أحد الإيفنتس اللي تم تنظيمه من قبل العلا بمسمى العلا تبتكر، واللي قدم الفائزات في جلسة حوارية مع مديرة التسويق ماسة المعتمدي، واللي كشفت فيه كل من مرام طيبة، مانا المجد، دانا ورنيم المهندس كيف كانت العلا مصدر إلهام، وتحدثوا عن تجربتهم في تحويل قصصهم إلى أفلام قصيرة جاهزة للمهرجانات. عدد كبير من الصحفيين والمهتمين بالسينما في السعودية حضروا هذه الندوة الخاصة بأفلام ناموسة لدانا ورنيم المهندس، فيلم الفانتازيا الخيالي ملكة لمرام طيبة، وتراتيل الرفوف للمخرجة هانا الفاسي والكاتبة مانا المجد. كيف اخترتوا هذا الاسم؟ اخترنا هذا الفيلم لأنه بيمثل الشخصية اللي عندنا وطريقتهم البدائية ممكن في التفكير نقدر نقول، وأنه زي الأنتيكس كيف هم يعني موجودين في الشيلفز، نفس الفكرة. وفكرة كل فيلم كانت مميزة وكان في قصة وراها، مثل قصة فيلم ناموسة اللي يتكلم عن ناموسة تطمح أنها تصير أم كلثوم في محيطها. كنا ماشيين في شوارع نيويورك، بعدين جتني ناموسة في أذني وهشيتها، بعدين راحت عند رنيم وهشيتها، بعدين جت مرة ثانية ورجعت وهشيتها، وهنا قلنا رنيم إيش سالفة هذه الناموسة؟ بعدين قلنا إيش تبغى؟ إيش سالفة هذه الناموسة؟ إيش تبغى؟ وبدأنا نطلع القصة وإحنا نمشي، حسناها إنها تبغى تغني. ويبدو إنه السفر كان ملهم للفائزات في مسابقة العلا تبتكر، فرحلة لبولندا حفزت مرام طيبة إنها تكتب قصة فيلم ملكة. كنت في بولندا في رحلة يعني، وجاتني فكرة إنه أبغى أعمل فيلم عن كيف المرأة تقدر تمتلك نفسها وتمتلك خياراتها، فتخيلت كده بنت صغيرة وتخيلت تاج بس. بعدين لما جاء الإعلان حق فيلم العلا وقدمت، وكان لازم أجلس وأكتب القصة على صفحة، القصة عن بنت صغيرة تروح رحلة فانتازية عشان تبحث عن تاج ستها الضايع. فالفانتازيا هو المجال اللي تحب تقدمه مرام في أعمالها. أنا كاتبة أكتب روايات وأكتب لدسن اللي هو 8 إلى 12 سنة. أنا مرة شغفي الفانتسي ومرة حابة أكون سفيرة الفانتسي في السعودية. من أهدافي في صناعة هذا الفيلم إنه يكون نموذج لكيف إحنا نقدر من ثقافتنا نطلع فانتسي، وهذا الفيلم مقدمة عشان بعد كده نعمله فيتشر فيلم إن شاء الله. ولكن طبعا هذا النوع من الأفلام مو سهل تنفيذه. إذا كان في محدودية في البجت، الواحد لازم يكون كرياتيف بالذات في كتابة النص، لازم تكون تسمح مجال إنه إحنا نلاقي solutions من غير ما إنه إحنا نصرف budget عالي. بس كمان أنا حابة أدعو producers إنهم to trust in this genre and be ready to إنهم يمولوها. وهذا اللي سواه المنتج أيمن جمال اللي وثق بفكرة فيلم ناموسة لدانا ورنيم المهندس. كنا قاعدين نتمشى في منتدى الأفلام السعودي وعندنا الفكرة، وكان في برنامج العلا كرييت اوريدي، قلنا له نبغى عندنا فكره ناموسه تبغى تصير ام كلثوم النواميس. مره ضحك وقال انتم مجانين وانا مجنون زيكم، ليتس دو ات حرفيا. وهذا الفيلم اللي مدته 7 دقائق استغرق العمل عليه حوالي 6 شهور. انا ورنيم كنا خايفين نبدا اصلا يعني في بدايه صناعه الافلام، وكنا خايفين انه نروح ونطلع ونسوي، بعدين تحدينا نفسنا وسوينا هذا الشيء. فبالذات انه في البدايه كنا نبغى نسوي ميوزيكال، ما كان في احد يسوي ميوزيكال، فقلنا صح إننا نبدأ ولا لا، بعدين رمينا نفسنا وقلنا يلا. فتحدي العقبات والصعوبات كان سهل جدا على صناع هذه الأعمال، خاصة مع الدعم الكبير اللي حصلوا عليه من فيلم العلا. ممكن العقبات الوحيدة كانت أشياء تكنيكلز أكتر يعني، زي الكولر كوركشن وأشياء زي كده، بس باقي الأشياء كانت الحمد لله ميسرة بدعم من الفيلم العلا. وبرضو أنا كوبرودوسر يعني جبت برودكت ريبليسمنت
ويعني كان موضوع الحمد لله مسهل. فالرسالة الهادفة من كل قصة فيلم كانت حافز للمبدعات السعوديات أنه يكون عندهم إصرار على إيصالها للجميع وأيضا لأنفسهم. هي القصة جت أول، بعدين قلنا إيش الهدف من هذه القصة، وحسينا أنه الناموسة شيء مرة صغير وممكن ثم شيء مرة كبير حتى بالنسبة للإنسان، فقلنا ليش ما نخلي شيء صغير يحلم حلم مرة كبير ونشوف إذا تقدر تسويه ولا لا. خلال الأشهر الماضية اللي عملت فيها على الفيلم، وش الدروس اللي تعلمتيها؟ والله نفس الدرس اللي سلمى تعلمته في الفيلم، يعني كثير كان في لحظات كنت بأراجع نفسي وبعلم نفسي أنه أوثق في my intuition. وأيضا اخترنا إلقاء الضوء على مبادرة كنوز، إحدى مبادرات وزارة الإعلام، واللي كان موجود معنا في الجناح السعودي للتعريف عن المبادرة وفتح قنوات التواصل مع المنتجين والشركات الدولية. وكنوز قدمت مؤخرا عدد من الأفلام اللي حققت إنجازات عديدة هذه السنة، من بينها الفيلم الوثائقي هورايزن اللي فاز بجائزة النخلة الذهبية لأفضل فيلم وثائقي عن البيئة في مهرجان أفلام السعودية، وجوائز أخرى كثيرة تحدث فيها معانا المدير التنفيذي للمبادرة الأستاذ عبدالله الأحمري. مبادرة كنوز خلال الفترة الماضية لمع اسمها، حصدت عدد من الجوائز، ودي تكلمني عن الجوائز اللي حصلتوا عليها خلال الفترة الماضية. الحمد لله احنا كنا مشاركين في مهرجان أفلام السعودية بثلاث أعمال ترشحت لعدد من الجوائز. فاز فيلمنا اللي أطلقناه بداية العام، فيلم هورايزن، فيلم وثائقي عن الحياة الفطرية في المملكة، بجائزة أفضل فيلم وثائقي عن البيئة. أيضا فاز الفيلم القصير بخروش اللي إن شاء الله سيعرض لاحقا، بجائزة أفضل تصوير سينمائي في مسابقة الأفلام القصيرة. أيضا حزنا على ثلاث جوائز من إرميز في مجالات الفيديو الإبداعي في التواصل الاجتماعي، وأيضا في مجال التحرير، وأيضا في مجال أفضل حملة ترويجية عن الحملة اللي قمنا فيها في إطلاق فيلم هورايزن. وطبعا طموح وأهداف كنوز ما توقف عند هذا الحد، عشان كذا كانوا حريصين على التواجد في مهرجان كان للبحث عن فرص مستقبلية. أول شيء شكرا لهيئة الأفلام على إقامة الجناح السعودي، الجناح اللي تعرفنا فيه على عدد من الجهات والمنتجين الدوليين. مشاركتنا في كان هذه السنة كانت لحرص الوزارة ممثلة بمعالي الوزير على اقتناص الفرص مع الشركات والمنتجين الدوليين للاستفادة من خبراتهم في إنتاج أعمال سعودية تعكس السعودية، أعمال وثائقية تنقل الصورة الحقيقية للمملكة لنا كسعوديين وللعالم من خلال استخدام أفضل الممارسات الدولية، واللي نشوفها اليوم في يمكن سوق الإنتاج اليوم مجموعة من الشركات الدولية سواء في مجال الإنتاج أو مجال التوزيع أو بعض المجالات الأخرى مثلا مجالات ما بعد الإنتاج، اللي الحمد لله عقدنا يعني مجموعة من الاجتماعات مع بعض الشركات واللي إن شاء الله في تعاون مستقبلي قادم إن شاء الله. وهنا صار عندنا الفضول نعرف وش جديد أعمال المبادرة. ودي تكلمني أكثر عن المشاريع القادمة قد ما تقدر، أنا عارف إنه في سرية كبيرة. لا ما هي سرية، بس يعني نحب دائما إذا خلص العمل بأفضل شكل يتم الإعلان عنه. عندنا كنوز في كل المجالات، في المجال البيئي، الاجتماعي، التاريخي، الثقافي. لدينا عدد من الأعمال الوثائقية القادمة إن شاء الله، ولدينا أيضا رسوم متحركة أو 3D Animation مع عدد من الشركات المحلية اللي تعاونوا مع عدد من الخبرات الدولية، وإن شاء الله ترى النور إن شاء الله قريبا لرواية قصص بطريقة مختلفة وجميلة إن شاء الله. بدعم وبالشراكة مع مؤسسة البحر الأحمر السينمائي يقيم يوم 23 مايو حفل الأنفار قالة بنسخة 30 على هامش مهرجان كان لدعم قضية إنسانية من خلال إقامة مجموعة من المزادات. ومثل كل سنة يحرص العديد من النجوم العرب والعالميين حضور ريد كاربت هذا الحفل، وبرنامج السجاد الأحمر أيضا كان متواجد. فما تكمل فعاليات مهرجان كان من دون حفل أنفار اللي صار عادة سنوية، واللي قدر من بداية عام 1985 لليوم يجمع 900 مليون دولار أمريكي لدعم ومساعدة الأبحاث على تطوير علاج لمقاومة مرض نقص المناعة البشرية. The fight against this epidemic is really important, and I think year by year we're getting closer to a cure. And this is something that's important to us even at Red Sea supporting this initiative and just working on finding a cure against HIV, and I hope
in the few years to come we will see a cure. ومثل كل سنة حرصت ميشيل رودريغيز أنها تكون جنبه بهذا اليوم لدعم رسالة أنفار. We've been coming here for 10 years. It was a lot different, you know, 10 years ago when we were just having fun. And to see him and how he's grown and now representing Saudi the way that he is, it's just beautiful. Especially all the investment that's gone into women in film is extraordinary. No Western country has invested as much money as Saudi, and it's like a beautiful moment, you know? وكأمباسدر لشوبارت شاركت ياسمين صبري أيضاً في هذا الحفل. يشرفني جداً أنا موجودة في كان مع شوبار وهنا في أنفار مع ريد سي فيلم فيستيفال ومبسوطة جداً بوجود ريد سي فيلم فيستيفال على هامش مهرجان كان. بتمنى لهم المزيد من النجاح ومشرفنا. ولجمع التبرعات تضمن هذا الحفل أيضا عرض أزياء نسقت إطلالته كارين رويتفيلد واللي تولت هذه المهمة من عام 2012. It's all about fairy tale and fairy tale characters. وهذا اللي شفناه بإطلالة كارولينا كولكوفا وكوكو روتشا اللي مشوا على الرنوي. This is 30 years for Anfar and this is my I want to say almost 21st years working with Anfar. I'm also going to be in the Karine Royfeld show, which is an amazing experience, I think, for the audience and also something different and unique. You know, bring a true fashion show doing a gala evening with incredible designs that Karine curated. It's all about fairy tales. Today is 30 years marking at Anfar, where we are so excited to have Cher as one of the guests, well, guests, the singer, and I thought this was such an appropriate sort of outfit to be wearing. I hope Cher is very impressed. فالكل كان متحمس ومنتظر اليونيك performance من Cher. Of course, I'm here to support the whole cause and Cher's performance, so I'm excited about that. ونقدر نقول أن الهايلايت لهذه الليلة كان لقاء Cher وديمي مور واللي تصدر عناوين الصحف الفنية والسوشيال ميديا. ولأن سارة فيرجسون هي واحدة من البريست كانسر سيرفايفر كانت مشاركتها في هذا اليوم مختلفة وطمنتنا على وضعها الصحي. You know, cancer is in the right place rather than cancer ruling me. I've put cancer in the corner. I think it's great to get checked for breast cancer. I think for melanoma, I think you need to get checked. I think you just have to be very candid about it. You know, I think a lot of people get very frightened, you know, to talk about these things. Don't. Just talk about it. ومؤسسة البحر الأحمر السينمائي الدولي جددت تعاونها مع مجلة فانيتي فير أوروبا من خلال استضافتها لمبادرة المرأة في السينما اللي أقيمت على هامش مهرجان كان في يوم 18 مايو وحضرها العديد من النجوم العرب والعالميين اللي تألقوا على الريد كاربت. وكرمت هذه المبادرة 6 نجمات من قطاعات سينمائية عربية وعالمية بين فرنسا، تايلند، الهند، مصر والسعودية احتفاءً ببصمتهم اللي عملوها في صناعة السينما. وقبل حفل التكريم بأيام أقيمت في الجناح السعودي ندوة خاصة عن موضوع المرأة في السينما شاركت فيها كل من سلمى أبو ضيف، أضوى فهد، أسيل عمران، راماتا تولايسي وكيارا أدفاني. وطبعاً كان لازم نسألهم في برنامج السجاد الأحمر عن أول شيء خطر في بالهم يوم سمعوا عن الندوة. أول ما أسمعوا من السينما على طول بيجيني طاقة غريبة، بحس بقوة، لأنه أنا بعرف أنه النساء لما بيجتمعوا مع بعض إيش الفارق اللي ممكن يخلقوه أو ممكن يعملوه؟ يجي في بالي الكاتبات والممثلات والمخرجات وفي بعض مثلاً الشواغر، يعني عندنا لسه ما اقتحمتها المرأة، وصراحة أحس ممكن ندخلها وكمان ننجز فيها ونوصل فيها لأعلى الأماكن، زي كله مثلاً مصورات، خلينا نقول إنه اللي هو الدي أو بي إنه تكون مرأة، لسه ما عندنا، عرفتي؟ وهذا الشيء اللي يؤمن فيه مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي واللي ترجمه من خلال هذه اللفتة المهمة في مهرجان كان. بفكر إنه ويمن إن سينما كإيفنت، أنا يعني كحدث الراتسي عاملاه ده بالنسبة لي مهمة قوي، لأن إحنا مش واخدين حقنا بشكل كبير. ابتدى إنه يبقى ليه فرص أكتر، بس لو هنتكلم مثلا على كم عدد الستات المخرجات في الوطن العربي مش كتير خالص comparing للعدد للرجالة أو cinematographers أو الأديترز أو الممثلات اللي بيعملوا box office. The world and the cinema we must do better for
more diversity in cinema and have more women, and not just director, technician too. It's really important to have a crew, a woman crew in cinema, like DOP, like sound, like, you know, color grading. الفرص المتوفرة للنساء في مجال السينما والتحديات والصعوبات اللي تواجهها المرأة في هذا المجال كانت من أهم المواضيع اللي طرحت في هذه الندوة. I feel like that at least an initiative like this is bringing us together to spread more awareness, to empower the women who are doing work and be there for the women who are coming in, so that we can thrive and have more stories, more women telling their stories, and you know, both in front of and behind the camera, because there's so many different perspectives, there's so much diversity that we have a long way to go before we completely. فالوصول إلى هذا الهدف ووجود النساء في مثل هذه المواقع في السينما يساعد الممثلات على الشعور بالراحة أكثر وأكثر. قليلين أو السكريبت رايترز الرجالة اللي بيخش في مشاعر الست ويشرح لها، أو مثلا ساعات بضحك فإجي أقرأ مثلا في نص أو سكريبت على قعدة البنات من وجهة نظر الراجل، لا احنا مش بيحصل الكلام ده خالص. زي ما انا ممكن لو انا هكتب كوجهة نظر رجال، لا لازم ادرس الموضوع، مش هقوله من وجهة نظري انا بس. وجهة النظر هذه تحرص الفنانة السنغالية راماتا تولايسي على نقلها من خلال أعمالها مثل فيلم سيدة النيل وبانل وأداما، اللي يحكي عن قصة حب معقدة تصدم بالتقاليد القبلية وقوانين المجتمع، واللي شارك في مهرجانات كثيرة. I don't have the answer that what it is to be a woman. I try to ask this question through my movie, and I think I will keep to ask this question until I find the best answer. You know, it's important to me to be in this event because I always say that I did my movie for all the women, for my mother, for myself, for my niece, you know, for all the little girls. وهذا أيضاً اللي يحرص عليه صناع السينما السعودية، خاصة مع التطور الكبير اللي يحصل هذه الفترة واللي جذب أنظار نجوم العالم. ما شاء الله وصلنا للكان فيلم فيستيفال، وصلنا لني فينيس، وصلنا لكل المهرجانات العالمية خلينا نقول في خلال وقت مرة قصير. الحمد لله، لأنه عندنا كل الأشياء اللي نحتاجها عشان نوصل. المواهب موجودة، كل الأدوات الثانية موجودة، ولكن كان بس يمكن محتاج الموضوع توجيه. السعودية أنا معجبة بيها في أنها في كل التالنتس اللي عندها، مش بنات بس، بنات وولاد، بتدي لهم كل الدعم، كل الفرص، كل الشباب الصغير بتدي لهم الopportunities، production، direction، كل حاجة عشان يبقوا صورة للمجتمع السعودي. You can see strong, confident women taking the initiative, paving the way forward for the future generations. وبما أننا نتكلم على الأشياء الجاية، كان ضروري نعرف من ضيوفنا وش الأعمال الجديدة اللي قاعدين يحضروا لها. I'm just started to write and I'm not gonna say much. Because I believe at Evil Eyes. I don't know how long it's gonna take me for write this next movie, but I'm on it. إن شاء الله في فيلم حينعرض قريب. أنا حابة الأفلام مرة أكثر، والحمد لله قاعد يصير عندنا تصوير أفلام مرة كثير عن السنة اللي فاتت والسنة اللي قبلها. في إن شاء الله فيلم الثاني برضو لسه حيتصور خلال إن شاء الله الشهرين الجاية، وقصته مرة حلوة، وهذا إن شاء الله حيروح سينما برضو. وأما كيارا أدفاني اللي برصيدها عدد كبير من الأفلام الهندية والعالمية واللي حققت نجاح كبير، بتخوض تجربة جديدة كشفت لنا عن تفاصيلها. Well, I'm excited that I'm doing action for the first time, which will release this year. It's a pan-India film, so we'll have it dubbed in all languages. It's an interesting political drama. وأيضاً أسيل عمران قاعدة تحضر لتجربة جديدة عليها. حالياً جالسة أصور فيلم في مصر. يمكن ذكرت من قبل إنه هي أول تجربة بالنسبة لي في مصر، وكنت شوي متخوفة منها لأنه لهجة مصرية، ومش بس لهجة مصرية، يعني لهجة مصرية ومن منطقة معينة لازم يتكلموا بطريقة معينة. The good thing إنه الحمد لله إنه أنا شغالة مع مخرج رائع مهتم كثير بالتفاصيل، فكان في شخص يعني أعطاني كورس كامل باللهجة، كل حرف كيف بينقال. أسيل أيضاً اشتغلت كثير على نفسها عشان تتقن هذا الدور مثل ما قالت لنا، واللي سهل عليها موضوع إتقان اللهجة المصرية كان مشاركتها في مسرحية
تطبق الشروط والأحكام اللي جمعتها بأكرم حسني، بيومي فؤاد وغيرهم. أنا من الناس اللي بعشق اللهجة المصرية، وبالنسبة لي كانت سهلة، بس المنطقة اللي بمثل منها صدقيني أبداً ما كانت سهلة بالفيلم. كان في بالي موضوع الفيلم، في مخرج ممكن يقول لي كت الكلمة بتتقال كذا، ما بتتقالش بالطريقة دي، بس لما يكون في مسرح الموضوع يخوف أكثر. وطبعاً ما كنا نقدر نختم لقاءاتنا مع نجومنا من دون ما نبارك لسلمى أبو ضيف على خطوبتها اللي أعلنت عنها من كم يوم. الله يبارك فيكي، اتخطبت الحمد لله من يومين ومبسوطة، وإن شاء الله يعني نتجوز قريب. يعني حاسة إن السنة دي بداية شابتر جديد في حياتي، إن شاء الله تكون بداية لسنين جاية كتيرة حلوة في حياتي، تبقى كلها خير وانبساط وفرح، مفيش زعل، مش عايزين زعل تاني أبدا. فإن شاء الله أتمنى يعني إن هي تبقى سنة حلوة، يعني وشها حلوة عليا. طبيعي حدث كبير مثل مهرجان كان السينمائي الممتد ل 11 يوم مليان بالفعاليات والحضور العالمي انه يحظى باهتمام الناس والصحافه لوقت طويل. فبالرغم من انتهاء الدوره 77 للمهرجان في يوم 25 مايو، الا انه ابرز لحظات نجوم هوليوود ما زالت ترند والكل يتكلم عنها وعن مرورهم على السجاده الحمراء لكل عرض اقيم، فخلونا نستذكر اهمها. والبداية كانت بالحفل الافتتاحي للمهرجان، وتحديداً خلال استلام ميرل ستريب جائزة السعفة الذهبية تقديراً لمسيرتها الفنية المليانة بالإنجازات. ولكن قبل تستلم الجائزة، ألقت النجمة الفرنسية جولييت بينوش خطاب تكريمي للنجمة العالمية، وكان مليان بالمشاعر لدرجة أن جولييت وميرل ستريب ما مسكوا دموعهم وغيرهم من الحاضرين. ونفس الشعور عاشه النجم العالمي كيفن كوستنر بعد عرض الفيلم هورايزن ان امريكان ساغا. فبعد عرض الفيلم دام التصفيق لاكثر من 11 دقيقه وتاثر ونزلت دموعه. وطبعا ما ننسى العرض الخاص لفيلم ذا كاونت اوف مونتي كريستو اللي كانت اصداءه ايجابيه، وعلى السجاد الاحمر شفنا كل نجومه. وكالعاده قدر مهرجان كان انه يجذب اهم نجوم العالم اصحاب التاريخ الطويل في السينما، واللي عاشوا معهم الجمهور لحظات ما ينسونها، مثل نيكولاس كيج اللي عرض له خلال المهرجان فيلم The Surfer، وكيت بلانشيت اللي عرض لها فيلم رومرز، وديمي مور اللي شاركت بفيلم The Substance. وأما العرض الخاص لفيلم أو كندا كان له طعم مختلف بحضور نجمة ريتشارد جير مع زوجته وابنه، ونجمة الفيلم أوما ثيرمان، وطبعا المخرج والمؤلف بول شرادر. وجود سيلينا غوميز وزوي سالدانا أبطال فيلم إميليا بيريز على السجاد الأحمر كان حديث الناس، وبقية نجوم الفيلم مثل إدغار راميريز حرصوا أنهم يتواجدون في هذا الحدث الكبير، مثل إيما ستون، جيسي بلمنز، ويليام دافو أبطال فيلم Kinds of Kindness، وأيضاً آدم درايفر، لورنس فيشبرن، جون فويت، وناتالي إيمانيو أبطال فيلم ميغالوبوليس اللي جمعتهم لحظات عفوية على السجاد الأحمر. واللحظات العفوية أيضاً كانت بين نجوم فيلم فريوزا، وتحديداً كريس هامسورث وزوجته إلسا باتاكي، آنيا تايلور جوي، توم بيرك وغيرهم على السجاد الأحمر في العرض الخاص للفيلم. وطبعاً كان معاهم مؤلف ومخرج العمل جورج ميلر، ونقدر نقول إن هذا الريد كاربت كان من الأقوى والأبرز في مهرجان كان. فعلاً فريوسا كان من أقوى الريد كاربت لمهرجان كان هذا العام، وفعلاً أشعلوا الأجواء. والسجاد الأحمر تفرد بلقاء حصري مع نجم الفيلم توم بورك اللي كلمنا عن كواليس هذه التجربة. نجاح كبير حققه فيلم فريوسا أماد ماكس ساغا في مهرجان كان بدورته 77، وهذا الشيء كان واضح من تفاعل الجمهور المتواجد في الصالة لحظة انتهاء العرض الخاص فيه. هاي توم. Hi, congratulations on the film. Thank you. You just received a 7-minute standing ovation at Cannes, and people are describing the film as the best prequel ever made. How hard you worked to reach this success? Everybody worked their socks off, and it starts with George, who was working so hard for so much time before the movie and after we finished shooting, so he sets a kind of very high bar. من عام 1979 تاريخ عرض أول فيلم من هذه السلسلة واللي كان من بطولة ميل جيبسون، كان جورج ميلر مخرج ومؤلف العمل يسعى دائما أنه يقدم الأفضل، ويحرص أيضا أنه نجوم أجزاء الفيلم يقدمون أفضل أداء عندهم.
I feel that George Miller is building a lore around Mad Max and extending the story. How this helped you understand your character, and would you be interested in being part of future projects? Yes, I would definitely be interested. It was an absolute pleasure from beginning to end, as well as being in the scale of it was, it's challenging. It's challenging in one's head, apart from anything else. It's, but credit to George. I walked on set thinking about the stuff we talked about in terms of what was happening in the scene, not thinking I've got to be some kind of genre version of myself. فالتحدي هو عنوان كل جزء يتم تقديمه من سلسلة ماد ماكس، والفيلم اللي بدأ تصويره بعام 2022 في استراليا، أحد مشاهد الأكشن اللي فيه كان مدته 15 دقيقة، احتاج أيام طويلة من التصوير. Speaking about the set itself, I believe there was an action scene that took almost 78 days. Filming and almost 200 crew member. How difficult was it to shoot that scene, specifically that scene, and how difficult was it to shoot the film, the whole film? I really look back fondly on that sequence. I mean, Annie was like being thrown around under the truck and, hanging on for dear life and getting all kinds of bumps and bruises, and I was largely sat down. So it was probably a very different experience for me than it was for her, but and I was quite sad when it ended actually, and we just did it like you have to do anything in life. It was like one beat at a time. I mean, literally, because some of it was filming something that was probably going to end up being 1 point something seconds on screen. وهذا اللي يخلي سلسلة Mad Max المفضلة عند الكثيرين واللي من بينهم أنا. I believe all of us are. Fans of Mad Max. I watched Fury Road 3 times in cinema. My city, there wasn't a cinema in my city, so I traveled 3 times to another city to watch Mad Max Fury Road. And I believe I will watch a Mad Max saga more than 3 times. How does it feel being part of this project? It's filled so many aspirations. I almost feel like it's like a blank slate now in my head. It's like, what does one do now, To do something with so many different components that has such an emotive force behind it, as well as the action of it. وبكذا وصلنا لنهاية حلقتنا الخاصة بتغطية مهرجان كان السينمائي واللي شهدت تواجد سعودي تاريخي. نشوفكم الأسبوع الجاي بحلقة جديدة من الرياض. في أمان الله.